أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الغاليين، ورجعنا لكم بتغطية جديدة ومنتجات جديدة من فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك أمام البيك. وخلونا نذكركم بفروعنا الرياض، مخرج 29 شارع بلال بالرباح، خميس مشيط الخالدية والضيافة. لكل اللي حابين يهدوا أطفالهم، حابين يكافئوهم يحفزوهم، تعالوا شركة مجمع الشامل. عندنا قسم جدا كبير ومتنوع وبيناسب جميع الفئات العمرية. شوفوا معايا ما شاء الله قديش القسم كبير، راح ينبسطوا على الألعاب الموجودة بشكل جدا كبير، سواء للبنوتات أو للأولاد. التشكيلة متنوعة، شوفوا معايا هنا محبوب الأطفال ومحبوب الأولاد، خصيصا المسدسات متوفرة عندنا أكثر من مجموعة، راح ينبسطوا عليها بشكل جدا كبير. عندنا هنا اللعبة، هذه لعبة الاصطياد بصراحة جدا رائعة. القسم يا بنات كبير ومتنوع وبيلبي جميع احتياجاتكم. شوفوا معايا هنا مسدس الموية، كلها بننبسط عليه، الكبار قبل الصغار. وشوفوا معايا الدمى القطنية اللي وفرناها لليوم، راح تجيكم بهذا الشكل بألوان مختلفة ومتنوعة جدا رائعة للأطفال. القسم عندنا مو بس الترفيه، أيضا لتطوير المهارات. انتوا عارفين المكعبات كديش بتطور مهارة التركيز عند الأطفال، توفر عندنا كوليكشن متنوع للمكعبات بأشكال مختلفة ومتنوعة، بتجيكم بهذا الشكل، أو اللي تجيكم عبوة بهذا الشكل، أو اللي تجيكم بهذه الأشكال. القسم ما شاء الله كبير ومتنوع بيناسب الجميع، وأحلى كتاكيت ما نسينا نصيبهم، وفرنا لهم ألعاب بتناسبهم بأكثر من شكل. شوفوا معاي المجموعات مختلفة ومتنوعة، ورح تاخذوا كل مجموعة بخمس ريال. صراحة جدا رائعة ومسلية ما بين لعبة السجن. عندنا هذه اللعبة الجميلة، عندنا لعبة لودو الهبة اللي كنا طايحين فيها، جدا رائعة ومسلية في جمعة الشباب أو جمعة البنات. تعالوا خذوها وانبسطوا عليها، ورح تاخذوا كل قطعة بخمس ريال.
التجمع الشامل بتجمع بين التعليم والتسلية في وقت واحد. شوفوا معي المجموعة اللي توفرت عندي أنا اليوم ما بين الحروف الإنجليزية والصلصال والفرادة، جدا رائع وراح يستفيدوا منها بشكل جدا كبير أطفالكم، وكمان بتحفزوهم بشكل جدا كبير. وعندنا هنا المجموعة الثانية راح تجيكم الأرقام والعمليات الحسابية، صراحة جدا رائعة ومفيدة وراح تاخذوا كل مجموعة بخمسة ريال. الأطفال بيحبوا الألعاب الغير معتادة، شوفوا معاي اللعبة الجميلة هذه مسدس الفقاعات راح ينبسطوا عليها بشكل جدا كبير، راح تاخذوا المجموعة بهذا الشكل وبخمسة ريال. وشوفوا معاي اللعبة اللي راح ينبسط عليها الكبار قبل الأطفال، لعبة الأسهم جدا رائعة وراح تساعد أطفالكم على التركيز. تعالوا خذوها والحقوا عليها وراح تاخذوا القطعة بهذا الشكل وبخمسة ريال. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله قسم الألعاب قسم جدا كبير ومتوفرة فيه لجميع الأعمار، حتى المواليد متوفرة الألعاب لهم. حابة تكافئي طفلك لإنجاز واجب